عن مواصلة انتصاراته أمام الزمالك. ورجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين بعد انتهاء الشوط الأول وتقدم نادي الزمالك بهدف لزيزو من عرضية بن شرقي في الدقيقة 10. كابتن حلمي، شفت الشوط الأول إزاي؟ هو طبعا الشوط الأول كان بداية جيدة بالنسبة للنادي الأهلي، أضاع فرصة من مهاجم النادي الأهلي أليو باجي بدماغه وأنقذها طبعا واحدة في القائم والتانية أنقذها أبو جبل. بعد كده تحولت الأمور لصالح نادي الزمالك، في ثقة في الأداء، في جماعية في الأداء رائعة، في سلاسة في الأداء، في هجوم منظم من الجبهة اليسرى، والزمالك قدر يستغل خلف طرفي ملعب النادي الأهلي بشكل جيد جدا عن طريق بن شرقي وعن طريق زيزو اللي صنع الهدف من الجبهة اليمنى للنادي الأهلي اليسرى لنادي الزمالك، والتسجيل في الجبهة اليمنى لنادي الزمالك اليسرى للنادي الأهلي. ففي استغلال جيد جدا للاعبي نادي الزمالك للمساحات الخالية خلف ظهيري جنب النادي الأهلي بشكل جيد. أنا شايف إن في الزمالك بيأدي بأريحية، بيأدي بثقة كبيرة جدا، بيأدي بدون عصبية نهائي. كمان أنا كنت متخوف من زيادة عدد اللاعبين الذين يجيدون الجانب الهجومي، لكن أيضا بيأدوا الدور الدفاعي بشكل جيد جدا، حموا مرماهم بشكل جيد بعد الهدف. أتمنى أن الزمالك يستمر على هذا المنوال، على هذا الأداء الجماعي، وبإذن الله يحقق هدف آخر في الشوط الثاني بإذن الله. كابتن عادل، شفنا في الشوط الأول بداية هجومية من النادي الأهلي يمكن استمرت 9 دقائق أو 10 دقائق، والهجمة الأولى لنادي الزمالك استغلها أنه جاب منها جول. وعلى عكس المباراة. بالظبط، على عكس المباراة. طبعا النادي الأهلي ما كانش موفق في البداية، أن كان ليه في فرصتين كان ممكن يغيروا شكل المباراة بشكل كبير جدا، ولكن الحاجات اللي احنا كنا فيها كلنا في قبل الاستوديو حصلت. الحتة بتاعت الدفاعية بتاعت قفشة، الحتة الهجومية الأقوى لنادي الزمالك اللي هي ناحية بن شرقي، يعني بيشتغل فردي كويس جدا جدا، ولكن وهاني مش متامن، هاني بيشتغل يعني شبه لوحده، قفشه موجود ولكن قفشه ما بيعرفش يشتغل دفاعي على الاطراف، ممكن يشتغل جوه، لكن حتى وجوده متاخر، وانت كمان واحنا كمان فاقدين قفشه في الجانب الهجومي، انت بتلعبه على طرف من الاطراف في وقت كتير جدا وفقده في نص الملعب، فانت عندك حتتين في تضارب شويه في المهام، وجود ديانج ساعات كتير بيطلع ناحيه اليمين وقفشه بيدخل في مواقف ممكن انت مش محتاجها، فانت كده خسران حاجتين، خسران قفشه دفاعيا في ناحيه اليمين، وخسرانه كمان هجوميا، ان هو كتير بيبقى في تضارب بينه وبين ديانج وبينه وبين اجاييه، وفي حاجات كتير جدا حتى في تحركاتهم، في كذا كوره حصلت تحركات تحس ان في ناس جنب بعض كتير، يعني في اوقات تلاقي ديانج وقفشه في مكان واحد، اوقات تلاقي قفشه راح ناحيه الشمال بيلعب هو اجاييه في مكان واحد، ففي تضارب في الحته دي شويه. كان يعني الاربعه ثلاثه ثلاثه تديك ايحاء اكتر ان في تنظيم دفاعي احسن. الاهلي لا، دفاعيا في الشوط هنشوف مع بعض الجول. الهدف ده هاني كان لوحده وما عرفش يعمل فاول، او كان المفروض كان يعطل اللعب بفاول، ما يعني فاول يوقف اللعبه. وياسر، انا برضو عندي تعليق على ياسر معظم مبارياته اللي لعبها بيلعب مساك شمال مش مساك يمين، وفي كذا كوره تمركزه فيها، يعني ممكن دي تفصيله صغيره جدا. ايمن اشرف يا عادل، ايمن اشرف عشان انا أشرف. عارف لا، هو في العموم في العادي ياسر بيلعب ناحيه الشمال مع متولي، عشان اشرف عشان ايمن موجود فهو بيلعب ناحيه اليمين. انا قصدي ان حتى مراكز القلب الدفاع بقت ليها يمين وشمال. بالزبط، فدي نقطه مهمه جدا، ممكن يعني ما حدش ياخد باله منها، فدي نقطه برده مهمه، ان برده نفس الكره اتكررت مع بن شرقي، ونفس الموضوع برده عدلت ياسر برده مش قوي، فدي نقطه مهمه جدا. احنا فاقدين ناحيه اليمين فاقدها، مع ان انت ممكن تشتغل فيها هجوميا كويس جدا، ان بن شرقي دفاعيا قليل جدا، ولو لاحظت ان الكره اللي عملها بادجي في الشوط الاول من ناحيه اليمين، وفي كذا كره اتكررت ناحيه اليمين، ولكن الناس اللي موجوده اللي بتروح في كثافه ولكن ما بيديكش الفعاليه، يعني لو وليد سليمان موجود فيها لا يديك فعاليه جامده جدا. فانا شايف ان دي نقطه مهمه جدا، مع ان ما فيش كتير لعيبه جوه ال 18، حتى اللعيبه اللي بتخش جوه ال 18 بتلاقي اجاييه، اللعيبه اللي موجوده كلها ما عندهاش النزعه الهجوميه او احساس المكان، احساس المكان. بج ديانج بيروح في اماكن مش بتاعته،
قفشه بيروح في اماكن مش بتاعته. الكره الوحيده اللي قفشه هرب فيها شويه عملها كروس كويس لبادجي واشتغل فيها كويس جدا. فانا شايف ان تضارب المهام هو اللي معطل الاهلي الشوط الاول. هنكمل كلامنا عن لقاء القمه ولكن بعد هذا الفاصل. ورجعنا لكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. وكابتن محمد كنا عايزين نسال عن استغلال نادي الزمالك للمساحات اللي هي ورا علي معلول ومحمد هاني، ويمكن عن طريقها قدر نادي الزمالك ان هو يجيب الجول. ازاي يعالجها مستر فايلر الشوط الثاني؟ هو خلينا نقول البدايه طبعا كانت في صالح النادي الاهلي، في كورتين باد لك طبعا لبادجي، الكره الاولى اللي جت في القائم والكره الثانيه اللي شالها ابو جبل، وبعد كده من الهجمه المرتده اللي حصلت نتيجه اشرف بن شرقي والاختراق بتاعه. هنا طبعا دور محمد هاني، يعني محمد هاني في خافيه يعمل فاول مع في ظهر اشرف بن شرقي، وبعد كده مقابله ياسر ونتج عنها الجون. تمركز علي معلول في الهدف لابد انه كان برضو يبقى في حته يقظه من ظهره، لان زيزو جاي قاطع على القائم البعيد وحط الكور. النقطه هنا في ايه؟ النقطه ان احنا قلنا في البدايه الثلاثي بتاع وسط الملعب مين هيطلع يقابل اهو بره معانا على الشاشه. ده الهدف هنا لازم هو كله كان بيبص للكوره مثلا. هنا لازم اولا الستوبر اللي هو ايمن اشرف لازم كمان ينزل تحت شويه كمان، لكن اللي كمان بقى المفروض علي معلول هو اللي يبقى مغطي ورا ايمن كمان بميل، بحيث انه الكره دي كان ممكن هو يطلعها قبل ما توصل لزيزو. خلاص انا بتكلم على ايه بقى؟ خلينا يعني سيبنا من الهدف. الهدف طبعا ادى معنويات لاعيبه الزمالك، بداوا يتحكموا في الريتم بتاع الفريق، بدا مع فرجاني ساسي طبعا بيلعب دور كبير جدا في الاستحواذ وفي اعطاء الثقه لزمايله. زيزو واشرف بن شرقي الاثنين برضو لعيبه كوره مع يوسف اوباما، فالرباعي ده بالتحديد ادى شكل نادي الزمالك في الاستحواذ. النقطه احنا مطلوب تعديل او اصلاح حته وسط الملعب. انا شايف ان اجناب اطراف الملعب محتاجه تمركزات. يعني ايه؟ يعني انت عندك ناحيه الشمال جونيور اجي بطبعه حتى لو دخل جوه الملعب بيطلع بره تاني عشان يلعب مع علي معلول. الجنب اليمين انا شايف حتى الوصول بتاعنا من الجنب اليمين مش بالشكل المطلوب. ليه؟ لان مفيش حد حتى محمد هاني يسند عليه عشان يطلع. قفشه بطبعه بيخش جوه الملعب عشان يلعب في قلب الملعب، وبالتالي هنا بيخرج إليو ديانج. إليو ديانج يعني كذا كوره جات له ورايح بوشه واحد ضد واحد او بيخرج لبره، برضو الانتاجيه مش زي ما يلعب طرف حد، يعني لازم ينزل لعيب طرف. ما عندوش الحته دي. هو مميز في حته القطع، في حته الاستحواذ، توزيع الكور. فاللي انا عايز اقوله ان لابد مستر فايلر اكيد هيشيل حد من وسط الملعب من قلب الثلاثه دول، من الثلاثه اللي في وسط الملعب، وينزل لعيب طرف، ممكن وليد سليمان، ممكن يبقى جيرالدو، بحيث ان انت تقدر تشتغل في الجنب اليمين، وحتى دفاعيا هيقدر يشتغل مع محمد هاني في الضغط على اشرف بن شرقي، ما يبقاش اشرف بن شرقي واحد ضد واحد مع محمد هاني. كابتن علاء، مستر فايلر ودكه البدلاء. دكه البدلاء هي الوقت المنفذ بتاعك الوحيد. الشوط الاول يا ايمن باختصار كده، طبعا كل الكباتن اتكلموا هايل، باختصار كده فريق بيلعب بارتاحيه وعارف بيعمل ايه، على الجانب الاخر فريق قلقان وكل لعيب مش عارف يتحرك ازاي، يعني الوظائف مش واضحه. عشان كده ايمن مجدي بتلاقيه مره يمين، مره تلاقيه في الشمال، مره تلاقيه في النص. طب المشكله هل مجدي ما بيتحرك في النص مين بيروح ناحيه اليمين؟ ما هو مجدي مش من نوعيه اللعيبه بتاع الخطوط، متفقين على كده 100%. عشان كده بيهرب في الحته اللي بيحبها، لكن هو بينزل في النص. طب مين اللي بيروح ناحيه اليمين؟ ما هو ده ولا هجوميا حد موجود ولا دفاعيا. عشان كده الزمالك بيستغل الحاجات دي كويس قوي. الزمالك اول 9 دقايق خلاص عدوا القائم وابو جبل وكده، بعد كده اولا الفرقتين ما بيحضروش، الفرقتين ما بيلعبوش بحذر، يعني ممكن متوقعين لا الملعب مفتوح للفرقتين. لكن نخلينا يعني صراحة واقعيين شويه، الزمالك لما بيستلم الكوره في مساحات بيعرف ينقل يا ايمن، بيعرف ينقل وبيلاقي نفسه، وفي فرجاني حتى لو مسك كوره كتير بس بيديهم ثقه في لمس الكوره دي خصوصا بعد الهدف. مشكله النادي الاهلي ان هو مش لاقي بالبلدي كده، مش لاقي لعبه، مش لاقي طريقه لعبه.
ما شفتش خالص في كوره لو جت بتاعت الشناوي عدى لحد ما خلاص قرب لدايره السنتر وبيلعب طويل. مش النادي الاهلي ده ليه الغي نص الملعب، مع انك انت عندك لعيبه مؤثره جدا في نص الملعب، لازم تستغل نص الملعب. احنا قبل الاستوديو كنا على نص الملعب ان هو نقطه الارتكاز بتاعتك، نقطه الانطلاق بتاعتك. هو ليه سليمان في طريقه للشوط غالبا إن شاء الله. يعني لازم يستغنى عن حد، ويمكن روم حمدي فتحي اني ما عجبنيش الشوط الاول، وليد نزول وليد هيعدل الشكل العام، تحس دي فريق النادي الاهلي كل واحد بيلعب مكانه، اعتقد الخطوره هتبان اكيد. هنترككم اعزائي المشاهدين لمشاهده الشوط الثاني، ونرجع باذن الله بعد نهايه المباراه مع اطيب التمنيات للنادي الاهلي بالفوز ان شاء الله.